حلو. مش باين والله. هو انت بس تليفونك واخده مني او خد مني كده عامل ازاي؟ هات كده يا باشا اظبط انا اصور منك. النت النتيت استنى يا عم كل حاجه تبع النتيت هتحطها على النت عشان على لا هطلعك على الفيسبوك انا عايز كده ليه كده انا عايز التليفون انت عارف البيت اللي قاعد فيه خلاص يعني انت عايز تروح هنا تروح من هنا تلاقي نفسك هناك يا نهار ابيض الموضوع صعب قوي يا عم لا كده مش هتلاقي نفسك هناك خلي بالك عم الحاج واحده عم الحاج والنبي ناوي من الراجل وقت على جنب اه كده عم العجله اللي جبتها ركبتها ما كانتش مدوره